امبارح حكيتنا بالمكتب، كان في كذا شغلة زعجتها، قصة الكاميرات وقصة الكاميرا جوا بالأوضة عندها، وقصة نورا كيف عم تعمل لها حفلات وهيك. كيفك سوا؟ هذا ليك كنا عندها بالشقة لميسا، نطرنا 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 ما ظهرت. يعني نطرنا كل الكرو هونيك ما ظهرت. كيف يعني ما ظهرت؟ طب رجعت قربت دقيت على الباب، قلت بركي بتظهر، كمان ما ظهرت، فتحت شوي الباب فتت. مديت راسي بتعرف ما فينا نفوت لجوا. ايه شو؟ ما في شيء ما في شيء. ميسا حدا بروفيشنال، يعني إذا ما كان في شيء عن جد مهم انه ما بعرف، كثير مستغرب. انا فتت قد ما فيني، يعني بتعرف ممنوع نفوت لجوا، دقيت الباب فتحت مديت راسي كمان ما في حدا. لهيك قلت بيجي بحكيك بشوف شو بدنا نعمل. ماشي. معقول فلت يعني؟ ماشي ماشي روح. يلا. سامي كيف انا؟ تمام؟ كيف صحتك؟ مشكور الله. شو عم تعمل هون؟ ناطر ميسا. ما بحيط اتاخرت هلا. ميسا اجوا شافوها منا بالشقة. اوف ليه؟ قد ايه صار لك انت هون؟ انا كل عمري منطر 5 دقايق 7 دقايق انشقت حالك. صار لك اليوم قد ايه صار لك؟ نص ساعة؟ اكثر من نص ساعة يا زلمة. شفت شي حدا قطع كذا؟ لا ابدا. بتعرف انا بصراحة انا كثير بحبها لميسا. هلا ميسا بتعجبني بشخصيتها بكذا بثقافتها، بس في شغلة وحدة ما بتعجبني فيها. مفتاح مين؟ الياس وين؟ الياس؟ يلا بس بس. شو عم بدك؟ هيدا الكبير. ايه الوراق اهم شيء كمان. تاكي شيء مرقوش شغله؟ ما له شيء؟ الياس شوف الكاميرات بشرفك، خلينا ناخذ الرش الصدري نشوف اذا بين اي شيء. المكتب. شو يعني كم شو؟ شو ميسا فلت و مش معقول ما في كاميرا عليها؟ شو عرفني؟ ده أكيد قلت له أنا وسامي وإلياس والشباب كلهم هون. كيف يعني ضبط أغراضها؟ لك لا أكيد ما بتعملها. نو واي. مش معقول نحن اليوم على اساس. طيب ليك رح اجي رح وينك؟ اوكي انا جايه هلا. يلا تعي اوكي. شو هالقصة هاي؟ انه شو مفروض اعمل يعني؟ شو هالقصة هاي؟ قالت لك تجي اليوم الصبح؟ ايه قالت لي الصبح بكون هون. قلت لك بسمع انه ترجعت تاخرت هلا ولا ما بتاخر هلا؟ طب وين على اساس كانت بتوصلها؟ ما كانت ما بتقلي هي على كعبها دغري بتقلي حلو كثير.
الياس ما عاد نفتش بالقوة شوف اذا في شيء ناقص ولا شيء. نورا شو 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 عنا سكتش اليوم كرمال الفاشن لاين؟ احنا كل يوم من 8 الصبح سامي بيبقى تحت والكاميرز ريدي. اوكي فيك تتبعي لي بليز سكتشول تبع كل الجمعة؟ بليز. اوكي راشيل وي بالنسبة لشو عندكم انتم اليوم بالنسبة للدوكيومنتري عندكم تصوير؟ نحكي اوتيلات نشوف اذا نحكي هلا 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 هيك رجع احكي يا مروة رواق الا جرب تحكي اوتيلات شوف اذا قلت له انا اجيب هلا ولا ننطر بس ما تقولوا شيء ل ما حدا يقول شيء لنورا ولا شال ولا شيء خليها بيناتنا هلا بس قبل هلا نزلت كوافير استيتيسيان استيتيسيان بدها تاخذ معها اغراضها كلهم ما تبع في شيء هون ليك شنطة السفر تعال قرب قرب انتي كله تمام في حاجة؟ اوكي انا نازلة هلا اوكي ثانك يو انتي رجعتي؟ ما تنسي تدقي لها بليز لسارة هلا برجع بحكي لك مرة لازم طيب بس إذا طلعت من قصة الكاميرايات أنا هذا الشيء بيقهرني لأنه ما لها طعمة ما لها طعمة مش هي يعني من ورا المخرج الأساسي يعني عم فوت طبحيتان مرة ورا بعد مرة تفتكري إيه اللي حصل؟ تفتكري إيه اللي حصل؟ ليك الثانية بس قبل ما الدنيا تقلبت كده ليه؟ لكن ما بعرف بس مش معقول مش معقول أنا ما فيه هيك تلفن ألغي العالم وإلا أنه منصور معك بس ما بعرف إمتين وما أعطيها ديت وألغي معها أخذ الموعد معها من مدري قدي ما بعرف مش عارفة يعني ما إلي عين تلفن لها للبنت انت شو ما عندك راي بالموضوع يعمل سكايب ميتينج زي لو اللي قلناه هو ممكن يزبط لنا موضوع السكايب ميتينجز مع الناس كلها وخلاص احكي معنا ايه رايك يا بيسو كيفك؟ صباح شو ما بين شيء ها؟ ما بين شيء ليكي مروة أنا بلشت أتأخر عندي موعد للدوكيومنتري عايزة مني شيء ولا بفيلم؟ لا إذا في شيء بدي أقول لك أوكي؟ يلا باي باي ميرسي كثير ما بين شيء ما تركي نوت شيء ورقة لتر شو بعرفني أغراضها كلهم مضبوطين؟ ما في أغراض ما في أغراض خلص نقط بلا حدود ما احنا لازم نصور ما فيش حاجه اسمها ما فينا نصور بلا مايسا ما هي الشغله انه هي هيدا البرنامج لها الدوكيومنتري لها الفاشن لاين اللي انت عم تشتغلي عليه لها انه اذا هي ما كانت نحن شو اوكي اخذنا ميتينج عند ساره وانت اخذت ميتينج عند ما بتنزلي انت وبنزل انا اتضايقت ان في تيم كامل مستعد يشتغل وبيشتغل وبيعمل كل عليه وفجاه بقينا لوحدنا واحنا بنعمل كل حاجة باسمها او بالنيابة عنها او علشان البلانز بتاعتها تتنفذ فما في حدا بهالاسم يعني؟ اوكي
بس عم اتاكد بين امبارح واليوم يعني. اوكي شكرا، مع السلامة. شو؟ شو؟ اوتيلات؟ اوتيلات، عم تعرفي لا اوتيلات؟ ايه ماشي. كرمال شوف انه بركي هي هون بس انه قررت تقعد بغير اوتيل. شو معقول لاقيها فوق هولك؟ شاكك بالامر انا، ضابة كل تيابها حتى شنطة سفرها ضبطها. معقول تكون راحت عند هويدا؟ أو حدا بتعرفه بده يكون؟ ما بعرف إذا عندها رفيقة لإلها هون مش عيلتنا عنا. نحن كان مفروض نكون عندك اليوم بعد الظهر، بس مش عارفة، مش رح نقدر نجي لعندك لأنه ميسا جد عليها شيء كتير ضروري. يعني كان على اساس انه بركي نقدر نرجع ننزل، بس انا ما بدي خليك بين اليمكن وايه ولا فرح اضطر الغي لليوم. سوري عن جد، وما بعرف اذا حتى رح يكون الي عين يعني الغي مع هيك اشخاص، ومن بعد ما الغي ارجع اخذ منهم موعد تاني. ما بعرف قد ايه رح ياخذوني، كيف بيقولوا، قد ايه رح ياخذوني سيريسلي. فبتمنى انه يوصل خبر من ميسا اقرب شيء ممكن. يا عم جماعه شو بحير؟ راخوت شايف شو بدي اعمل؟ جيت؟ معقول هلا؟ طيب طيب احكي نجيب خلص. ما بدي احكي هلا عشان he has to know يعني. He has to know exact. عارف عن الميتنج امبارح؟ الو نجيب؟ نعم. ايه ماشي الحال، في انا ومغديك هون. هاي نجيب. هاي مغديك. نجيب، نحن عم نفتش على ميسا ورحنا على الابارتمنت ما لقيناها.